الارتقاء وصل بحسب الإحصاءات لمترين و78 سنتيمتر، وهذا الارتقاء أنا هون بقول إنه حيسجل كأعلى ارتقاء بتاريخ كأس العالم. إنما لمحبي المقارنات، كتير قارنوا بين ارتقاء يوسف النصيري مع ارتقاء اللاعب كريستيانو رونالدو. الارتقاء اللي قام فيه اللاعب كريستيانو رونالدو مع جوفنتوس بمباراتهم أمام سامدوريا بالدوري الإيطالي وصل لمترين و55 سنتيمتر. إذا الارتقاء اللي قام فيه اللاعب يوسف النصيري مقارنة بارتقاء رونالدو بهيدي المباراة هو الأعلى، وهون على الأكيد سيسجل كأعلى ارتقاء بتاريخ كؤوس العالم. إنما في نقطة كتير مهمة، إنه ليس هو الارتقاء الأعلى بتاريخ كرة القدم، لأنه بحسب الإحصاءات أيضا هناك ارتقاء للاعب كريستيانو رونالدو عندما كان لاعب بريال مدريد، وتحديدا بموسم 2012-2013 المباراة كانت أمام مانشستر يونايتد فريقه السابق، وفيها بحسب الإحصاءات أيضا وصل ارتقاء اللاعب البرتغالي لمترين و95 سنتيمتر، وهيدا هو أعلى ارتقاء بالتاريخ. إنما اليوم وبحسب متابعة المحبين اللاعبين المنتخب المغربي وأيضا السوشيال ميديا عم بيطالبوا، هناك مطالبات إنه يسجل ارتقاء يوسف النصيري كأعلى ارتقاء بتاريخ كأس العالم منذ انطلاقه لهلأ، وهذا الشيء أظن سيقوم فيه الاتحاد الدولي وتحديدا الفيفا، لأنه